If there is no pattern in the relation between the x and the y, this means that the two values are not related. إذا لم يكن هناك نمط أو شكل للعلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، فإن ذلك يعني أن المتغيرين لا علاقة بينهما. In this case, the correlation coefficient r is equal to zero. وفي هذه الحالة فإن معامل الارتباط يساوي صفرا. Scatter plot. A scatter plot is a graph for the values of ordered pairs of the independent x and dependent y variables. النقاط المبعثرة. Scatter plot هو رسم بياني للعلاقة الزوجية المرتبة بين المتغير المستقل x والمتغير التابع y. Scatter plots show if a correlation exists between the two variables. ويظهر هذا الرسم البياني من النقاط المبعثرة مدى العلاقة بين المتغيرين. We have the horizontal axis or the x-axis and the vertical axis or the y-axis. The horizontal axis describes the values of the independent variable, while the y-axis describes the values of the dependent variable. The distribution of these plots, of these points, describes a positive correlation. If the x increases, the y also increases. So this is a positive correlation. لرسم النقاط المبعثرة بيانيا نضع قيم المتغير المستقل على المحور الأفقي وقيم المتغير التابع على المحور الرأسي، ومن هذا المثال يتضح أن كلما زادت قيم المتغير المستقل زادت قيم المتغير التابع. No correlation in the second example. If the x increases, the y does not change. And this is a negative correlation. As the x increases, the y goes down, decreases. من اتجاه توزيع النقاط نستطيع تحديد شكل العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. فإذا كانت قيم المتغير التابع تزداد بازدياد قيم المتغير المستقل، فإن علاقة الارتباط الخطية في هذه الحالة هي علاقة موجبة، علاقة طردية. أما إن كانت العلاقة في الاتجاه المعاكس، بمعنى إذا زادت قيم المتغير المستقل قلت قيم المتغير التابع، فإن ذلك يعني أن العلاقة بينهما هي علاقة سلبية أو علاقة عكسية. أما إن كانت الزيادة في المتغير المستقل غير مصحوبة بتغير بالزيادة أو بالنقص في المتغير التابع، فإن ذلك يعني أنه لا توجد علاقة ارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع. The graph looks like a collection of dots. مجموعة من النقاط. Some graphs describe a general shape or move in a general direction.